كلنا عارفين صن بلوك، بس مش كلنا عارفين ازاي وامتى نستخدمه صح. في فرق ما بين الصن بلوك العادي والصن بلوك التنتد اللي بيبقى فيه لون. تعالي في الفيديو ده اعرفك الفرق بينهم وازاي تستخدميهم. فهو في نوعين من الصن بلوك، في الصن بلوك العادي والتنتد. طبعا الصن بلوك العادي بنستخدمه عادي جدا على البشره قبل ما بننزل بنص ساعه علشان يكون البشره اتشربته كويس، او قبل الميك اب برده بنص ساعه او ربع ساعه. اما التنتد بقى فلازم نستخدمه صح، كتير بيستخدموه غلط. فلازم نستخدمه صح ازاي؟ انا بستخدمه على البلاج لانه بيدي لون برونزاش كده، فبيديكي لون حلو كده وفي نفس الوقت بيخلي البشره سموث. في نفس الوقت اصلا ان هو بيحميكي من الشمس، ففي ناس كتير بتستخدمه أداة فاونديشن يعني، فده طبعا عمره ما يخفي عيوب في البشره. هو بيحافظ على اشعه الشمس، ما بوظش بشرتك ولا تعمل لك اي رينكس او اي حاجه بعد كده. ان شاء الله تكونوا عرفتوا اهميه الصن بلوك، وسيف سعيد عليكم.